يبدو أن جهود حملات التوعية بمخاطر سرطان الثدي لدى النساء قد نجحت في زيادة أعداد اللواتي يقبلن على إجراء الفحوصات المبكرة للمرض. هذا ما تؤكده مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان في ختام فعاليتها للشهر الوردي. فالقائمون على هذه المؤسسة المدنية غير الربحية والمعنية بتقديم العون الاستشاري والعلاجي لمرضى السرطان يقدرون عدد المستفيدات من تلك الحملات ب40,000 امرأة، وهو رقم أكبر مما سجل العام الماضي. مراكز الأورام في المكلا وفي سيئون يخبروننا أن معظم النساء الذين يأتون وهم مصابات بالسرطان يأتون في المرحلة الأولى والثانية، كنا قبل سنوات يأتون في المرحلة الرابعة، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى وجهد المؤسسة، حيث عدد الذين استفادوا من عيادات الكشف المبكر عن سرطان الثدي حوالي 10,000 مرأة هذه السنة، بخلاف 30,000 مرأة استفادوا استفادة مباشرة من الحملات التوعوية. العام الماضي كان 10,000 مرأة. هذا التفاعل الكبير يقابله ارتفاع في أعداد الحالات الجديدة المكتشفة بالمرض الأكثر شيوعا بين النساء من بين الأمراض السرطانية، بعد أن سجل أكثر من 100 حالة منذ بداية هذا العام. منذ بداية هذا العام تم اكتشاف 110 حالة مصابة بسرطان الثدي في مركز الوطني لعلاج الأورام، إضافة إلى 915 حالة خلال السنوات الماضية منذ عام 2000. وأمام هذه الأرقام الآخذة في التصاعد، لا يخفي العاملون بمكافحة المرض مخاوفهم من أن يؤثر تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب الدعم الحكومي على استمرارهم في توفير الفحوصات والعلاجات المجانية لمحتاجيها. في مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان نقدم كافة الخدمات العلاجية من العلاج الكيماوي والتكميلي والأشعة والفحوصات بشكل مجاني للمرضى، ولكن نخشى أن تؤثر الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة على تقديمنا لهذه الخدمة للمرضى وبشكل مجاني. وكانت شوارع المكلا قد زينت بالشرائط الزهرية وأضيئت أهم المعالم الأثرية والسياحية باللون الوردي لإظهار الدعم المجتمعي للنساء في صراعهن مع المرض وتشجيعهن لإجراء الكشف المبكر وتلقي الإرشادات الوقائية. نجاح مهم حققته فعاليات الشهر الوردي هذا العام، عكسه ارتفاع أعداد اللواتي أجرين الفحوصات المبكرة لسرطان الثدي، إلا أن هذا النجاح لا يلقي حقيقة ارتفاع أعداد نسبة الإصابة، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود الرسمية والمجتمعية لرفع الوعي بأهمية إجراء الفحوصات الدورية، فالوقاية دائما وكما يقال خير من العلاج. محمد يزيدي لقناة بلقيس المكلا.